الدوره ديال الاجتماع ديال المكتب الوطني ديال الجامعه الوطنيه للصحافه والاعلام والاتصال اليوم انعقدت النظر في واحد العدد من النقاط اساسا الوضع التنظيمي ديال الجامعه والسياق اللي كيعيشوا القطاع ديال الاعلام بشكل عام ونقاط تنظيميه ونقابيه اخرى خاصه بمجموعه من المؤسسات اللي منخرطه في الجامعه. في النقطة الأولى ديال المسألة التنظيمية قرر الاجتماع باش ينعقد المؤتمر الوطني للجامعة في الأفق ديال 16 نوفمبر المقبل وتفرعت على الاجتماع لجنة تحضيرية موسعة ولجان تحضيرية موضوعاتية تابعة لها من أجل الإعداد الجيد الأدبي والمادي واللوجستي للمؤتمر ديالنا المقبل. ثم على مستوى نقابي تطرق الاجتماع لحصيلة الانتخابات ديال المجلس الوطني للصحافة وحصيلة ديال العمل المشترك مع إخواننا وزملائنا في النقابة الوطنية للصحافة المغربية. وفي هذا الإطار أشاد الإخوان ديالكم في الجامعة الوطنية للصحافة والإعلام والاتصال بالعمل الوحدوي والعمل التنسيقي مع النقابة الوطنية للصحافة اللي نجح بشكل كبير المحطة ديال الانتخابات ديال المجلس واللي على إثرو نجحت اللائحة ديال الحرية المهنية نزاهة بواحد الشكل واسع جدا وترجم لهذا العمل المشترك وأعطى آمال كبيرة خصوصا للصحفيات والصحفيين الشباب في إمكانيات ديال تطوير الأوضاع العامة ديال المهنيات والمهنيين وأيضا ديال العمل النقابي في هذا القطاع اللي هو كيف ما كتعرفوا ماشي عمل يعني بسيط بل صعب جدا خصوصا بالنظر للصعاب والعراقيل اللي كيعانيوا منها الصحفيات والصحفيين من أجل ممارسة نقابية في القطاع ديالهم وبالذات في بعض المؤسسات الإعلامية اللي كتحارب العمل النقابي. أيضا بالنسبة للحصيلة ديال المجلس الوطني للصحافة اعتبرنا في المكتب الوطني بأنها حصيلة إيجابية وبأنه الأمل عريضة موضوعة على المجلس الوطني للصحافة ولهذا كنتمناو من السلطات أنها تكمل العمل ديالها وتطبق القانون ديال المجلس وتخرج لنا المجلس في أقرب مدة ممكنة لأنه هذا مطلب ديال المهنيين من تقريبا هذه واحد 25 سنة وأن الأول للإخراج ديال المجلس الوطني للصحافة باش يباشر المهام ديالو في التنظيم الذاتي للمهنة. بخصوص الاجتماع اللي كان عندنا اليوم هو اجتماع موسع ديال الجامعة الوطنية للصحافة والإعلام طبيعة الحال كان خصنا نناقشوا مجموعة من النقاط أبرزها هو التهيئ للمؤتمر ديال الجامعة اللي إن شاء الله حددنا ليه موعد ديال 16-17 شهر 11-2018 طبيعة الحال كان خصنا نوجدوا ليه مزيان من حيث اللجان من حيث مجموعة الأشياء كذلك ناقشنا المجلس الوطني والتداعيات ديال المجلس الوطني للصحافه والتداعيات اللي عنده وبطبيعه الحال حنا كنهنئوا الاخت صواف اللي عندها المقعد الثامن اللي رجع للجامعه الوطنيه كما تم الاتفاق عليه مع الاخوه في النقابه الوطنيه للصحافه كنتمنوا كذلك عمل ديال الرفاق والرفيقات ديال الجامعه الوطنيه بطبيعه الحال اللي كانوا في المستوى ديال الاعداد والتهيئ وفي مستوى الشراكه والاتفاق مع الزملاء في النقابه الوطنيه للصحافه. بطبيعه الحال شفنا كذلك الاجراءات اللي خصها تتخاذ على اساس انه يتم تفعيل ما يسمى باللجنه الوطنيه التنسيقيه اللي ما بين النقابتين. على اساس ان العمل خصو يبدا من الان حتى يخرج للمجلس الوطني للوجود دابا الان كاين فقط كيتم حصر الاعداد ديالو اليوم 21 عضو سبعه ديال الناشرين وسبعه ديال الصحفيين والسبعه اللي مخوضين من مجموعه الهيئات الفاعله في المغرب في هذا الاتجاه. شفنا كذلك على اساس انه العمل ديالنا مع النقابة الوطنية للصحافة خص يكون عمل اللي هو شفاف وواضح على أساس أنه يتم هذا الإعداد للمجلس الوطني في إطاره الشامل في إطار مناصفة في الإعداد له. صحيح على أن
المجلس الوطني عنده اعضاء ديالو، عنده لجان ديالو، عنده النظام الداخلي اللي غادي يدار. اللي كنتمناه هو ان هذا النظام الداخلي ديال المجلس الوطني حتى هو يتم باقتراح واستشاره من هذه اللجنه الموسعه اللي غتكون ما بين النقابتين.